عايز اروح معاك للدوري الانجليزي والفتره فتره اعتقد يمكن ان انت ما تقدرش تنساها، ويمكن حققت فيها نجاحات كبيره جدا مع الارسنال. بدايه ايه الاقرب لقلبك، الفتره والمرحله اللي انت اللي لعبت فيها لبروسيا دورتموند في البوندسليجا، ولا الفتره اللي انت لعبت فيها في الارسنال في البريمير ليج؟ يعني البريمير ليج هات نعم، بريمير ليج طبعا الدوري هناك والمنافسة مختلفة تماما وكانت صعبة. عندما نقارن الدوري الإنجليزي بالدوري الألماني أو بروسيا دورتموند بأرسنال، هناك فرق شاسع على صعيد المنافسة. المنافسة دائما أقوى وأفضل وأسرع في البريمير ليج. يمكن انت كنت من واحد من الجيل الذهبي اللي حقق مع ارسنال بطولات كتير، وكان دايما الارسنال برضو في الوقت اللي انت كنت بتلعب فيه طبعا بيضم كتيبه كبيره جدا من النجوم، كان دايما بينافس على كل الالقاب وكل البطولات سواء على مستوى انجلترا او على المستوى الاوروبي. الفتره دي كانت فتره ذهبيه، واعتقد تحت قياده ارسن فينجر حققتوا نجاحات كبيره. لكن ما بعد مرحله ارسن فينجر اعتقد انه الارسنال عانى بشكل كبير جدا. ايه الاختلاف او ايه التحول، اسباب التحول من وجهة نظرك، وهل ينجح ارتيتا في عودة الانتصارات مرة تانية للارسنال في الفترة او في الموسم المقبل ولا لا؟ لاعب فعلا في ارسنال في هذا الوقت، وكنت كوترينر يعني مدرب مساعد ايضا في وقت من الاوقات، وفعلا عندما أشرح ذلك عندي الإحساس كلاعب وكمدرب أو مساعد مدرب، هناك إحساس بالمسؤولية والولاء للفريق. ودعني أشرح، عندما تكون لاعب ليس مثلك كمدرب، أنت كلاعب أيضا تعمل من أجل مع التيم مع الفريق ومع المدرب من أجل الحصول على بطولات، ودايما تركز على الظهور بأداء جيد. أما أنت كمدرب أو مساعد لمدرب مثل أرسن فينجر على سبيل المثال، لا، هناك فرق كبير. كمدرب هناك مسؤوليات أكبر، تعمل من أجل الحصول على البطولات والمحافظة على وجود الفريق والكيان دايما في المنافسة. لماذا بدأت معاناة الأرسنال بعد رحيل أرسن فينجر؟ بعد رحيل أرسن فينجر كان صعب على إدارة أرسنال أن تجد مدرب قوي. على سبيل المثال نرى الآن بيب جوارديولا مع مان سيتي، فكان على سبيل المثال الآن تشافي مع برشلونة، فكان في هذه الأونة في هذا الوقت كان صعب تماما، صعب جدا أن تجد مدرب في هذا الليفل، هذا المستوى العالي بعد رحيل أرسن فينجر. فكان من الصعب على الإدارة وعلى فريق أرسنال. أعتقد هذا كان أمر صعب، كان عليهم أن يبحثوا، ولكن هذا هو السبب من وجهة نظري. هل تتوقع أنه أرتيتا من الممكن أنه يكرر إنجازات الأرسنال مع أرسن فينجر في خلال المواسم القادمة؟ أعتقد ذلك. كلنا كنا نأمل أن أرتيتا يعمل شيء مع أرسنال وكان منافس شرس، ولكن في النهاية للأسف خسر اللقب بسهولة أمام المان سيتي. أعتقد كانت بالنسبة لنا مفاجأة كبيرة، وأتمنى أن أرتيتا وهذا قد يحدث فعلا في كرة القدم. وأنا بتكلم معك على أرسنال لازم أسألك عن النجم المصري محمد النني اللي بيلعب للجانرز، رأيك فيه، انطباعاتك عن مستوياته والمواسم اللي قضاها في فريق الأرسنال. مو وهاني ايضا، ومحمد النني واحد من انا دربته ايضا في وقت من الاوقات وعملت معه، هو لاعب رائع
وكلنا نحترم محمد ونحترم عقلياته ونحترم قدراته، وهو لاعب مهم جدا في أوضة اللبس بالنسبة لأرسنال. أنا أؤمن به أيضا، وأعتقد أن كل اللاعبين يؤمنون به ويحترمونه ويقدرونه. هو لاعب فعلا رائع ورائع وعظيم أيضا بالنسبة للأرسنال.